شكرا لزملاء الأعزاء الكابتن سعود غانم والكابتن خالد سلمان والكابتن وسام رزق. استوديو تحليلي تقديم لمباراة دولية يخوضها المنتخب القطري في مرحلة من مراحل الاستعداد لما هو أهم وقادم. المشاركات لم تعد محلية، لم تعد على مستوى القارة، بل لما هو أبعد من ذلك. قطر التي شاركت في كوبا أمريكا وتستعد إن شاء الله لمشاركة قادمة أيضا. بطل التي تستعد للمشاركة في بطولة الكونكاكاف أيضا كتاني فريق أسيوي وأول فريق بالشرق الأوسط يشارك في هذه البطولة الكبيرة التي ستقام إن شاء الله في شهر 7 من العام القادم. شاهدين الكرام، المنتخب القطري بطل أمم آسيا في نسختها الأخيرة في الإمارات يواجه المنتخب الغاني بلاك ستارز أو النجوم السوداء كما يطلق على هذا الفريق، أبطال القارة الأفريقية 4 مرات وصيفا لها 5 مرات، منتخب غانا الذي شارك في كأس العالم 3 مرات، منتخب غانا الذي كان بطلا لأمم أفريقيا بل بطلا للعالم كله تحت 17 سنة مرة، بطلا للعالم كله الشباب يواجه المنتخب القطري الذي كان وصيفا للعالم كله سنة 81. وكان خالد سلمان اللي موجود في الاستوديو واحد من النجوم اللي أبدعوا الحياة في هذه البطولة مع جيل عظيم يبقى دائما وأبدا في الذاكرة وفي الذهن وفي القلب. مشاهدين الكرام، هنا من مدينة أنطاليا بتركيا، تركيا التي تستضيف أحداث هذا اللقاء في مدينة أنطاليا بملعب تياتانيك سبورت أرينا بحكم تركي هو حسين جوتشيك، حكم دولي بقاله 12 سنة حتى الآن، شارك في كأس العالم التي كانت حاضرة هناك في البرازيل، يدير مباراة اليوم. منتخب قطر يلعب اللقاء ضمن مرحلة استعدادات غابت 11 شهر، كان آخر لقاء أقيم للعنابي في ذلك الوقت. منتخب قطر يلعب لقاء اليوم بتشكيلة مكونة من حراس المرمى سعد أشيب، خط الظهر بالثلاثي في العمق بدرو خوخي طارق سلمان، في اليمين مصعب خضر، في الشمال عبد الكريم حسن، خط الوسط بكريم بضياف وعبد العزيز حاتم وعبد السلام الأحرق، في الأمام هداف آسيا الأول وأسيست آسيا الأول المعز علي وأكرم عفيف مع المدرب الأسباني سانشيز، بينما الحكم حسين جوتشيك يستعد لإطلاق صافرته اللي بالفعل بتنطلق، والعنابي بالعنابي والنجوم السوداء النهاردة باللون الأصفر منتخب غانا واحد من المنتخبات اللي بتقدم دايما. تاني على طول أمامية هقول لكم على بعض أرقامهم مستقبلا، خلينا نعيش المباراة لأن المباراة تكتيكيا مهمة جدا في الملعب من الفريقين والمهارة الحلوة موجودة. أدي استلام تاني وتحضير جوردون آيو حافظ عليها وبالعرض، وأول أهداف اللقاء، أول أهداف اللقاء، نعم 1-0 المنتخب الغاني. أدي الهجوم السريع اللي بقول لحضراتكم عليه، غيروا فلسفتهم، غيروا كورتهم، غيروا شكلهم، غيروا الستايل بتاعهم، عندهم القدرة على التعامل مع أكتر شكل لتقديم أفضل مضمون. نجحوا أن يجيبوا الجون ويسجلوا أول أهداف اللقاء. بص قطعوها، بص هنا الريتم السريع، بص 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 أهي، بص السرعة، بص السرعة، بص الاثنين اللي دخلوا منطقة الجزاء ثم على طول في المرمى والشباك مقطوعة ليكون إعلان عن أول أهداف اللقاء. الله الله الله، رغم وجود مصعب خضرة في الرقابة، شوف 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 رقم 13 مع رقم 7، ومع ذلك رغم الرقابة لكنهم أقوياء شرسين، وهو ده الاحتكاك المطلوب، إن بعد كده تاخد بالك أكتر، تكون أقوى أكتر، تكون أقرب للكورة أكتر، هي دي الدروس المستفادة من هذه الكرات. فوسوك طارق صاحب هدف اللقاء، الستايل مسموح تروح مرة يمين مرة شمال عادي، لكن في النهاية ليك قالب اللي يتفرج عليك يقول ده فريق كذا. قد يكون في الألفية الجديدة برشلونة هو أحد أكثر الفرق طبعا بهذا المسمى وهذا الشكل الجميل اللي لما تشوفه تقول ده ستايل برشلونة مثلا، حتى لو غيروا التيشيرت. انطلاقة كيمو، فرصة كيمو، فرصة كيمو، لا 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 لا، التعادل 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 التعادل، الله 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 الله، هداف آسيا الأول يحرز الهدف الأول، لا 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 لا، هداف يا ولدي، هداف في آسيا وهداف ضد فرق أفريقيا أيضا وليس فقط ضد فرق آسيا، عملها المعز ونجح في الضغط الجميل والاستحواذ والاستخلاص ويسجل هدف التعادل. بص
هنا الوقوف على خط واحد، توقيت القرار، توقيت الباص العميق اللي اتعمل، عدى ومر وفات، انطلق وبمرور رائع بعد ذلك شاط. الله عليك الله عليك الله عليك الله عليك من خوخي يا ابو علام. نعم متشفره والله وكانها متشفره على اقدام المعز علي ليسجل اول اهداف العنابي 1-1. نهايه روعه، نهايه روعه للشوط. احتفظت بفلسفتك، احتفظت باستراتيجيتك، احتفظت بستايلك، رغم الخساره ابقيت نفسك على ما انت مقتنع. كبير الحقيقه على الفريق ككل. عبد العزيز حاتم مع خروج بضياف رجع لورا اكتر شويه مكانه اللي بدا منه، بدا لاعب وسط مدافع بمهارته الحلوه زاد لقدام. سمعه كان غاب فتره للاصابه، مهدي علي من ضمن البدلاء مع محمد وعد واحمد سهيل وهمام الامين، احمد فتحي، محمد صلاح النيلي، عيسى احمد نادي قطر، خالد منير، احمد علاء اقصى اليمين على طول. ادي 2-1 2-1. خلي بالك العرضية الرقابة مهمة، مين على الايمن القريب، مين على الايمن القريب، ادي الايمن القريب، هو ده الكلام. خلي بالك يا ولدي، اوفسايد يا سيدي. الحكم حسب هدف. الهدف الثاني لاندري ايو لم يكن متسلل، كان هناك اعتقاد انه متسلل لكن لم يكن هناك تسلل، ليتقدم المنتخب الغاني بتاني اهداف اللقاء. الكل بيبص للحكم المساعد، مفيش فار، مفيش خدمة الفار يبدو ذلك، او ده الطبيعي، لكن اوفسايد ولا لا هنشوف. نرجع لايام ما قبل الفار بقى وحسابات ما قبل الفار. ادي الكرة العرضية، خط الظهر هيطلع بالكامل. عبد الكريم حسن هو اللي مغطي الاوفسايد. هدف صحيح 100% لصالح المنتخب الغاني، يسجل اندري ايو. 2-1. عبد الكريم حسن طلع متأخر، استلم برجله اليمين رغم انه اشول، وبهدوء وبثقة حطها على يمين حارس المرمى محمد البكري، ليتقدم اندري ايو صاحب 30 سنة، كابتن منتخب غانا بتاني اهداف اللقاء. لكن هدف صحيح 100%. الحقيقة من الشوط الثاني هم ضغطين كويس قوي، واضعوا اكل عنابي الحقيقة بكوبا امريكا. ادي انطلاقة تاني، فرصة، هدف ثالث ولا ايه. نعم هدف ثالث. بروعة واداء جميل. جودوين منسا ينجح تماما الفريق الغاني من خلال صامويل اوسو في احراز الهدف الثالث، ولم يكن هناك تسلل. صامويل اوسو لاعب اللي قلت لحضراتكم بيلعب في السعودية، لعيب عنده 24 سنة، ضرب خط الظهر تماما اهو حضراتكم، بص ناحية الشمال، نزل عشان ما يبقاش اوفسايد، وعمل سبيد ترن جميل في توقيت مناسب. ولو طلع عبد الكريم حسن خطوة واحدة فقط كان خلاه في الاوفسايد لاتحاد الكونكاكاف. طبعا من 10 يوليو الى 1 اغسطس ان شاء الله حوالي 20 يوم شاركات كلها خبرات للاعبين. ادي ايو رجع ورا بيراقب بشكل جيد عبد الكريم حسن، معاه ترجع تاني من جديد، فرصة احمد علاء بعد نزوله خروج المعز، تاني على طول احمد علاء، الباص لازم اسرع شوية، باص مش مظبوط من احمد ليه حسن اللي هيدوس، ترجع تاني، اشتغلوا بعرض الملعب كويس، انتشارهم العريض ممتاز، وبارتي في نص ملعب بيحافظ على الكرة كويس قوي الحقيقة. ترجع تاني ومن جديد بنسون انانج، اللعيبة اللي بحط الكرة تحت رجلهم كويس، اهو بنسون شوية جاية محضرين هيعملوا ايه، خطوط اللي بالعرض وبالطول بتدي فرصة لاستمرارية الهجمة، من اهم العناصر استمرار الهجمة. تاني تحضير عميقة، فرصة الهدف الرابع ولا ايه، عايزين يجيبوا الهدف الرابع، خطرين جدا، اشتغل بعرض الملعب الى ضربة المرمى، بل هدف، لا هدف، هدف رابع، هدف رابع بسهولة جدا 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 يسجل الفريق. ادي هنا مفيش اوفسايد، عدى بشكل كويس، اشتغل بعرض الملعب فعلا.